مساء الخير. مساء النور. خطوة قدام لو سمحتي. طب خطوة ورا بعد إذنك. مفيش أي فرق. ممكن نبص للكاميرا؟ لا نبص للكاميرا مش نخضها. أيوة ياريت بقى لما نيجي نتكلم نكلم الكاميرا. أوكي نقول لها إيه؟ قولي لها على اي حاجه مضايقاكي يا فندم. انا قصدي وانت بتجاوبي على الاسئله تبقي بتكلمي الكاميرا مش بتكلميني انا. تمام؟ حاضر. الاسم؟ الاسم. طب حضرتك محتاجه تطلعي تريحي بره ربع ساعه تراجعي الاسم وترجعي لنا تاني تكوني عرفتيه. اسمك ايه حضرتك يا فندم؟ زومبا. قولي اسمك ثلاثي. اسمك ثلاثي. الله. انا اقصد تقولي اسمك زومبا ايه؟ زومبا ايه يا فندم؟ انا قصدي تقولي يعني بصي حضرتك هتقولي اسمي زومبا وتقولي اسمك كله. زومبا آسر ياسين. هو انت ليكي علاقه بآسر ياسين؟ اه. ايه هي العلاقه حضرتك؟ ساره عامله له فولو بس كده ولايك. ده على الانستجرام ولا على الفيسبوك؟ كله كله. الله. الطول 150 متر مربع. طب وزنك قد ايه؟ 150 متر مكعب. ما علينا كرهتيني في الشغلانة. آخر حاجة عملتيها ايه؟ سشوار. سشوار ده فيلم قصير. السشوار ده بتاع ايه؟ شعر سارة. يا فندم شعر سارة ويارك مين؟ انا قصدي آخر حاجة عملتيها ايه؟ يعني آخر حاجة مثلتيها ايه؟ مثلتي ايه؟ دور ست حامل. ده مع مين ده؟ مع لذيذ. وفين ده؟ في الاوتيل. يا ست انت هتجنيني؟ هو انت جايه تعملي ايه فيا بالظبط النهارده؟ انا مش فاهمك. انا قصدي مثلت ايه؟ فوازير، مسلسلات، افلام، اخر حاجه مثلتيها ايه؟ ما مثلتش. هو ايه الوضوح اللي انت فيه؟ انت واضحه ليه كده؟ يا واضحه. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه والله العظيم مفيش حاجه. لا والله في حاجه. تعال تعال اقول لي في ايه. اصل انا عدت على دماغي فكره كده ان انا اتصور مع حضرتك بس انا الصراحه خايف. ليه خايف من ايه؟ اصل حضرتك طلعت شرير قوي بصراحه. يا راجل انت خضتني يا عم. وفي انت بتصدق الكلام ده يا عم؟ ده تمثيل. انا طيب. لا 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 مستحيل مستحيل يكون ده تمثيل. مفيش حد طيب في الحقيقه يعمل دور شرير بالاسلوب ده. ده انت خنت مراتك وسجنت اخوك وكله كوم، والبت اللي انت رميتها في الشارع عشان طلبت كيس شيبسي دي كوم تاني. ده امي كانت عايزاني انزل ادور عليها في الشارع بجد. ايه يا عم السياح اللي انت بتسيحوني في الشركه ده؟ يا عم بقول لك ده تمثيل. تمثيل والله. طيب طب قولوا عرش ربنا انا طيب. وعرش ربنا انا طيب. انا كنت عارف يا زاهر ان انت طيب والله العظيم. يا زاهر. ايوه كل الناس عندنا في الوسط بيقولوا عليك كده على فكره. عندكم في الوسط؟ انا نسيت اعرفك بنفسي. انا يوسف مدير اعمال الفنانه خليله امين. اهلا وسهلا. خليله امين؟ ايه خليله امين دي؟ قصدك امينه خليل. لا دي اللبناني منها. لا شعرها اقصر كده. اقصر؟ لا والله اول مره اسمع عنها الصراحه. انا اسف جدا. لا 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 ما تتاسفش ولا حاجه. ده هي لسه بادئه النهارده فعلا. انت اول واحد يعرف. ايه ده انا اول واحد؟ لا ده اكسكلوسيف بقى. يبقى لازم تعملوا حاجه مع بعض بقى. انا وخليله؟ ده انتوا الكيمياء ما بينكم هتبقى تحفه. ماشي اوكي. الف مبروك. الله يبارك. بقول لك ايه يا احمد، هو انت معانا في نفس الفيلم بتاع المخرج الاجنبي ولا انت في فيلم تاني؟ لا للاسف في فيلم تاني. لا للاسف ليه؟ ده انا اكلمك. المخرج الاجنبي ده حبيبي، علاقتي بيه قويه جدا، وكمان خليله ليها دلاله عليه جامد. خليله وليها دلال؟ بسم الله ما شاء الله. لا بجد انا مش عارف اشكرك ازاي على الفرصه دي بجد، واوعدك اني هشرفك. لا ما تقولش كده انت شاطر بجد. ربنا يخليك. شكرا ميرسي قوي. بقول لك يا زاهر. نعم. هو بالنسبه للاجر تفتكر اطلب كام لخليله في دور البطوله؟ ده تطلب اللي انت عايزه. دي الاستاذه خليله امين. انت بتهزر؟ ده كل المنتجين مستنيينها. دي بطله مسلسلات رمضان اللي جاي كله. بجد والله؟ اطلب بقلب جامد. هي سمعت كده؟ امال دي الاستاذه خليله. طب قول لي افريج، مش لازم رقم معين. اقول لك حاجه؟ انت خدت كام في البرنس؟ معقوله؟ معقوله كده؟ في كده في الدنيا؟ يعني واحد يشوفه اول مره تقول له انت خدت كام في ال عيب. معاك حق معاك. طب ليلى خدت كام في الفتوه؟ ابقى اسالها لما تشوفها عندكم في الوسط. انا قلت انا اسالك انت عشان انت معروف ان انت طيب وبتساعد الناس. والله العظيم انا لو في ايدي اي حاجه اقدر اساعدك بيها مش هتاخر، بس بعد اذنك بقى عشان عندي ميتنج جوه. بعد اذنك. عن اذنك. طب اخر سؤالين يا ابو ملك.
عرش ربنا لو ما سبتني اخش الميتنج دلوقتي لاكل دماغك. لا فتحي لا. لا ودان فتحي لا. بتخاف من ودان؟ اه بخاف من ودان قوي. اه خلاص خلاص. اتفضل 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 خلاص. لف يمين. يميني ولا يمينك؟ يمين بالله انا جبت اخري وتعبت. يمينك يا فندم يمينك. حاضر. تمام. لف شمال. شمالي ولا شمالك؟ لا لف شمال مع اول يوترن وتعالي عليا. شمالك يا فندم يا فندم لف شمالك ارجوكي انا تعبت اقسم بالله. حاضر. حضر لك الخير يا غالية. يلا لف بقى بص للكاميرا. حاضر. الله شكرا. العفو. شكرا خلصنا خلاص. العفو. ثانية واحدة عشان المخرج دلوقتي هتقابليه عشان هيتكلم معاكي في تفاصيل الشخصية. وخلي بالك الراجل ده أجنبي وخلقه ضيق مش زي أنا استحملت الكتير وخدت حبيتين ضغط وأنا واقف معاكي. أوكي؟ تعرفي تتكلمي إنجليزي بقى بمناسبة إنه أجنبي وكده؟ يس بليز. شور. أوف كورس. خلاص يا سيدي. ماتت يا حبيبي. ليه بتقول كده؟ ما ماتتش ولا حاجة زي ما توقعت. التهاب في الزايدة وشلناها خلاص وشوية وهتفوق وهتبقى زي الفل. اوكي. زومبا how are you? Fine, thank you. Look. Where? We are making a huge historical pharaonic movie right here in Egypt. Welcome to Egypt. Okay, thank you. We are looking for Egyptian faces to be in our movie. Try Sausan Badr. Well, thanks for the idea, but you've got an Egyptian face too. Like who? ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا بالراحه؟ في ايه؟ مين انت؟ معلش انا كنت بس عايز اطمن على الفنانه اللي جوه. انا مدير عملها هي على فكره ما بتستغناش عني بس هم ما رضوش يدخلوني معاها. فنانه جميله وكويسه وكله تمام بس ما عادش بيخبط كده يا حبيبي. انت عايز ايه دلوقتي؟ طيب هو انتوا بتعملوا ايه يا حبيبي؟ ما ينفعش كده يا بابا. ما ينفعش كده عشان الفنانه قاعده جوه مع المخرج. ينفع حد يخش على المخرج والفنانه؟ إيه هو المخرج اسمه ايه؟ اجنبي مش هتعرفه. طب ما تقول لي اسمه يمكن اطلع اعرفه. جيمس بدرو. بجد؟ انت تعرفه؟ لا بس هو انا كنت محتاج رقمه عشان انا كنت عايز اتكلم معاه في موضوع مهم بخصوص الفنان احمد زاهر. هو اللي موصيني ان انا اتكلم معاه. ما انا بقول لك اجنبي يا حبيبي يعني انا شخصيا معيش رقمه. صح صح. طب معكش رقم بيتر ميمي؟ اه. وانت عايز بقى البرايفت ولا العادي؟ انت معاك البرايفت؟ لا. طب معلش انا عايزك بقى توصل رساله للمخرج اللي هو ده. انت تأمرني اتفضل. انا عايزك تقول له ان احنا مهم بالنسبه لنا جدا بروفات الترابيزه لان هي بتحسن الاداء. لا ما تقلقش من الحته دي خالص. احنا المخرج بتاعنا ما بيعملش الا بروفات ترابيزه. احنا ما بنصورش اصلا. طب كويس كويس. بالنسبه بقى للتتر انا عايزك تبلغه ان انا عايز اسم الفنانه يبقى اول اسم على التتر. انت جيت بقى في الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها. قلنا اول اسم كده هي على طول وبعد كده اي حد يجي وراها بقى. حاجه ثانيه اخر حاجه اتفضل. انا بس عايزك تقول له ان هي مش هينفع تشتغل اكتر من 12 ساعه عشان بتفصل. والله انا اللي فصلت. ممكن بقى تسيبنا نشتغل؟ ابوس ايدك ابوس ايدك. اتفضل. شكرا. Okay, thank you very much. I will be in touch. Do you have any questions? How much money I'll take? الو الو. ايه يا لذيذ فين صار؟ سارة مش تعبانة ومش هتحتاج عملية. طب كويس. امال فينها؟ تعبانة وعملت عملية. امال ليه بتقولي ان هي مش تعبانة ومش هتحتاج عملية؟ سارة قالت لي اكذب عليك. طب اقفل اقفل انا جايلكوا دلوقتي على طول. بتبعتيني يا سارة؟ يعني انت عايزة تفهميني ان انت كنت مصدقة ان هم هياخدوها في دور بطولة وكمان فيلم اجنبي؟ يعني انا يوسف لسه خارجة من العملية وانت كمان جاي تتخانق معايا؟ خلاص يا ستي الحمد لله على سلامتك. اه كلمة. سوري سوري. طب امال هم عملوا معاكوا ايه هناك؟ هيكونوا عملوا معانا ايه؟ هزقونا وطردونا طبعا. بس بقول لك ايه؟ عارفه قابلت مين هناك واتعرفت عليه وبقى صاحبي كده؟ مين؟ اصل
يا جماعه ده تهريج، انتوا كده شركه مش ملتزمه، من فضلكم رجعوا لي فلوسي. يا فندم نرجع فلوس ايه حضرتك، احنا خلاص بدانا شغل. شغل ايه اللي بداتيه؟ انا في حد كلمني من عندكم وقال لي الشغل مش هيخلص قبل سنه. لا يا فندم ازاي ما حصلش، احنا محدش من عندنا اتصل. امال الشغل ما خلصش ليه يا فندم؟ هو مش حضرتك اتصلت وقلت ان انت محتاج توقف شغل فتره؟ انت هتستهبلي ولا حاجه؟ هدير مش بتستهبل بجد. شكرا ان انت بتدافع عني، شكرا انك في ظهري. انا جنبك طول العمر. في ايه؟ ما نجيب اتنين ليمون بقى ونقعد نحب ببعضين. هات لنفسك، انت متعصب. انت هتتصرف يا فندم في ايه حضرتك؟ يعني هو بيحاول يهدي الجو مش اكتر. بقول لك يا لذيذ، معلش امشي من وشه دلوقتي عشان انا بصراحه مش هستحمل عليك كلمه زياده. اوكي فندم، والله العظيم اكيد في حاجه حصلت غلط وهنكتشفها. بصي بقى، انا كل الكلام ده ماليش دعوه بيه، انا عايز يا شغل يا فلوس لو سمحت. يا فندم احنا شركتنا معروفه وده ما حصلش قبل كده، هو اكيد في حاجه غلط وان شاء الله هنكتشفها، بس حضرتك اهدى بس وهجيب لحضرتك حاجه تشربها. يعني انت بتعك في ايه يا زومبا؟ بعك في ملوخيه. طب سيبي بقى الملوخيه دي وتعالي معايا دلوقتي لان جات لي فكره مشروع جديد عايزه احكي لك عليه. لسه الشهقه. مش لازم شهقه اصلا. ملوخية لازم شهقة. طب اتفضلي شهقي. انت بتعملي ايه؟ دي مش شهقة اصلا. لا دي شهقة. طب خلاص شهقتي كفاية بقى، يلا بقى تعالي معايا. لسه ما تشهقتش كفاية ولا هتشهق اصلا. انت ليه مستنيه رياكشن من الملوخية على الشهقة بتاعتك؟ يلا يا زمة بقى تعالي معايا الجزي. اكيد في حاجة غلط، لما اكون انا جاي لكم من فترة كبيرة عشان تشتغلوا لي في البيت وتعملوا لي سمارت هوم، وبعدين في واحد عندكم اسمه المهندس رامي، كلم مهندس الديكور بتاعي يقول له شطب وخلص انت خالص، وبعدين احنا هنمشي السلوك من بره وتبقى طايره في الهواء، يا اما بتهرجهم يا اما انتوا جهله. يا فندم احنا عاملين موضوع السمارت هوم ده كتير جدا وعمرنا ولا سيبنا اسلاك من بره ولا اي حاجه، معلش بس اديني فرصه افهم. لذيذ، هو استاذ ايهاب كان المفروض يستلم امتى؟ من شهر واسبوعين واربع ايام وثلاث ساعات. خلاص يا لذيذ خلاص. بص يا استاذ ايهاب، انا هعين لحضرتك اشطر واكفأ مهندس عندنا في الشركه، هو اللي يخلص لك بيتك. المهندس علاء فين يا لذيذ؟ اكيد هو كمان بيلعب. مش بيلعب، علاء في السخنه. في السخنه؟ الشركه دي مش نافعه، انا مش عارف ازاي انا بتعامل معاكم. يا فندم اديني يومين بالظبط والموضوع ده هيكون خلصان. لما نشوف ان شاء الله خير. مع السلامه. لما اشوف البيل اللي بيأجز وسايبني في القرف ده لوحدي. فهمتي؟ لا. يوه لسه هشرح تاني. تاسع. انت ما شاء الله عليكي في الردود الزفت سريعه قوي، ان محد يجي يطلب منك طلب ولا اي حاجه تعملي فيها عبيطه وتهنجي بسرعه. بصي يا زومبا، في ترند جديد عن اللبس الريسايكل، تعرفي ايه هو اللبس الريسايكل؟ الملابس القديمه المهلهله. بالظبط. انا بقى نزلت جبت الملابس القديمه المهلهله دي من الوكاله وقلت كده هظبط فيها شويه حاجات بسيطه، يعني مثلا ازود لها حزام، ازود كلوتش للاوتفيت، احط هنا براش، وابيعه باسعار عاليه قوي. نصب؟ لا ده مش نصب، ده بيزنس عادي يعني. طب بصي مثلا، ايه رايك في ده؟ جلابيه جميله. جلابيه ايه ده؟ دريس. طب بصي ده، مش تحفه بذمتك؟ مش تحفه بذمتي. شكل السوفت وير بتاعك قديم بقى، مش تفهمي ترندات. احطك على الشحن. سوسو نجيد. هاي. ايه ده بقى؟ طبعا مشروع جديد هيكسر الدنيا. عرفت ازاي؟ ده كده كده. لا والله العظيم يوسف المره دي بجد هعمل كده كولكشن دريسز خطير، وابعته بقى للفنانات اللي هي بتروح مهرجان الجونه. زي مثلا دره، ياسمين صبري. حلوه ياسمين صبري. يسرى. كلهم بيلبسوا من إلي صعب ومحمد كوجاك. هيقعدوا في البيت كده كده. يا إما هيكلموني ويطلبوا مني إن أنا أشاركهم، وأنا ساعتها بقى بفكر. فكري براحتك، بس أنا لو مكانك ما شاركهمش طبعًا. أنا شارك ليه حد في نجاحي وشهرتي ورزقي. أنت بتتريق يا يوسف؟ طب أنا بقى هوريك إن المشروع ده هيجيب فلوس قد كده. والله يا سارة ما عنديش أي مشكلة إن هو ما يجيبش، أنا بس نفسي ما أدفعش من جيبي. لا ما تشيلش هم الموضوع ده خالص، ما تقلقش. مالك مسحول في إيه؟ علاء بيه اجازه وعمال احاول اوصل له، عندي مشاكل في الشغل ومش عارف اعمل ايه. كلمه على رقم الاوتيل. تصدق فكره؟ هو كان اسمه ايه؟ علاء. يا ابني لا، الاوتيل. انهي اوتيل؟ اللي فيه علاء.
اسمه ايه؟ كان اسمه حاجه كده تبع نقابه التطبيقيين. لا لا، كان نقابه الزراعيين. لا يا لذيذ اصبر، كان اسمه نقابه التشكيليين. ممكن تصبر، انا افتكرت خلاص، كان اسمه اوتيل نقابه البيطريين. طلع لي بقى رقم اوتيل نقابه البيطريين. اوكي استاذ علاء، في مكالمه جات لحضرتك في الريسبشن من استاذ يوسف وبيقول لحضرتك رد عليه وعيب كده. ماشي نهار اسود. لا معلش، هات انا اللي هرد. لا هات. طب ما ده شغل حبيبتي ده بس. الو، لا انا مش علاء، انا لبنى. علاء مش هينفع يرد عليك، معلش بقى مش فاضي. لا معلش، كلمه بعد المصيف ما يخلص. وما ينفعش حضرتك تديله اجازه من هنا بعدين ترجع تقول له انا عايزك من هنا. والله منطق يا استاذ فهمه، والله انه شغل وحاجه ضروري، بس ما شغل ما مش فاهمه. ما لازم ارد، اصل شغل فعلا. ماشي ثانيه واحده، قدامك دقيقتين من اول ما تبتدي المكالمه، والله هتزود هرجعك القاهره بالبطه. لا البطه مالهاش ذنب. ايوه يا يوسف، يعني انا فين؟ انا في اجازه يوسف. ما انت اللي بعت لي ميل قايل لي خد اجازه وريح انت، مش انت؟ طب وانا هفهم منين يا يوسف ان هو رامي؟ حاضر يا يوسف هرجع. نعم. مش هينفع ارجع خالص يا يوسف، مش هينفع ارجع خالص دلوقتي. الو الو يوسف، انا في مكان مقفول ما فيش شبكه. الو، دقيقه و20 ثانيه. وريني. ماشي. بقول لك ايه يا لذيذ، دور لي كده على محل اكسسوارات حريمي بس تكون الريفيوز عليه عالي. اوكي. محل هير اكسسوارز. ماشي حلو، فينه ده؟ بيفرلي هيلز. اللي على طريق مصر اسكندريه؟ لا، اللي في امريكا. هنروح محل في امريكا عشان نجيب اكسسوارات يا لذيذ؟ الريفيوز عليه عاليه. يا عم حقك عليا، انا شوف لنا حاجه هنا في مصر. اوكي. محل كل حاجه باتنين ونص على بعد 70 كيلو. يا لذيذ، ساره بتقولك عايزه تلبس يسرى ودره وريهام حجك، هنجيب لها حاجات باتنين جنيه ونص؟ لا طبعا، شوف حاجه تانيه. اوكي. محل كل حاجه بتلاته ونص. لذيذ، على شوف لي اي محل غير اللي بحاجه ونص ده. اوكي. محل اخر العنقود على بعد 5 كيلو. حلو ده، مديك كام دقيقه؟ 3 دقايق. حلو قوي. بص بقى يا لذيذ، احنا هنروح نجيب شويه اكسسوارز لمشروع ساره اللي هيفشل ده، وبعدين نروح على فيلا استاذ ايهاب نشوف ايه العك اللي حصل هناك، وبعدين نشوف هنعمل ايه. قول لي بقى نمشي ازاي. اوكي، امشي على طول. اطلع الكوبري ولا من تحت؟ لذيذ، اطلع الكوبري ولا من تحت؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ امال مين اللي عارف؟ قول لي يا ابني اعمل ايه. مش باين يا ابني، الكوبري بيقرب، قول لي بسرعه. بسرعه؟ انا هطلع وخلاص. اوكي. ادينا طلعنا الكوبري اهو. مديك قد ايه بقى؟ انت بتردش ليه يا ابني؟ انت بقيت بتهنج زي زومبا ولا ايه؟ مديك قد ايه الطريق؟ 57 دقيقة. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، يا ريتني ما اعتمدت عليك. اسكت بقى، خلينا نشوف الطريق من على الخريطة. ها؟ ايه رأيك يا زومبا؟ قرف. قرف اما يقرفك. يا بنتي احنا بنعمل ترند. الفنانات خلاص زهقوا من الفساتين العاديه اللي بتتلبس في الريد كاربت دي، احنا بقى هنبيع لهم دول ونقول لهم العبايات دي هي الترند. بلدي. ما هو ده المطلوب، احنا بقى هنقول لهم ايه؟ نعم لعوده الفولكلور، يلا بينا نرجع تراث بلدنا، يلا نلبس ايه؟ في الحيط. خدي بس يا زومبا، البسي دي كده مصورك، واعملي لي شويه حركات كده من هدى المفتي وسلمى ابو ضيف دول. هدى المفتي هي سلمى ابو ضيف. اللي انت بتقوليه ده، انا قصدي يعني تعملي حركات المودلز بتوع انستغرام دول. يلا اديني حركه كده. الله، حلوه قوي دي. اكتب ايه بقى؟ عايزه عنوان. كابشن. ايوه يا اختي، اسم الله عليكي الكابشن. قوليلي بقى. سيده تفشل في مشروع ملابس ريسايكل، شاهد رد فعل زوجها. انت عبيطه يا زومبا، انت عايزاني اقول للناس ان انا فاشله يعني؟ لا طبعا مش هقول كده.
إلقاء القبض على سيدة تقوم بالنصب على فنانة مشهورة. اسكتي يا زومبي اسكتي، أنا هتصرف. دينا وصلنا أخيرا أهو. بقولك إيه؟ أنا هنزل أجيب شوية الحاجات اللي سارة طلبتها وأنت استناني هنا. ها؟ أوكي. باشا ساعدني يا باشا بأي حاجة والنبي يا باشا، أنا صاحب مرض. وأنا صاحب جو. يا باشا يا باشا رديني بأي حاجة يا باشا، أنا عايز آكل يا باشا، والله عايز آكل. كل أكل مفيد، خضروات أو فاكهة. باشا أنت عايز تبوظ لي بطني يا باشا. طب أقول لك هات فلوس يا باشا، هات أي حاجة، هات فلوس. أوكي. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا باشا. بالله عليك يا باشا رديني، بالله عليك أنا بجري على أيتام، بالله عليك. اتفضل. يعني انا هعمل ايه يعني بالمية يا باشا؟ لازم تعوض عرق الجري. باشا ما تتريقش عليا يا باشا، بيقولك مريض يا باشا، انت ما عندكش قلب. لا ما عنديش قلب. ليه يعني يا باشا ما عندكش قلب ليه يعني؟ عشان انا روبوت. يعني ايه يعني روبوت دي؟ روبوت يعني انسان آلي. وانا فهمت الاولاني لما هتقول لي التانية. يلا روبوت، يلا روبوت. ما هو قال كده. يلا زي اللي بتشوفه في التلفزيون اللي بيشتغل بزراير. انت فين مفتاح الباور بتاعك؟ في ظهري. راح فين ده؟ انت وهو ده يا ومين ده وايه اللي منيمه كده وما تقوليش خد جرعه زياده. جرعه زياده بس يا معلم، اصبر بس انا فاهمك. اصل ده روبرت روبرت. يعني ايه يا روبوت دي يا معلم؟ قصده روبوت يعني زي الانسان الاله كده. فاكر اللي وريته لك على ناشونال جيوغرافيك؟ بص انا هشغله لك. اللهم صل على النبي. اللهم يعني ده مش بني ادم لحم ودم؟ لا لا الا الله يا بني ادم. ايه ده روبوت؟ عارف زي اللهم صل على النبي، زي طفش، زي مين؟ زي مين؟ زي يوسف الشريف. ما شاء الله نطق اهو، زي يوسف الشريف في المسلسل. ايوه يعني ده هيفيدنا بايه؟ هنقطعه ونبيعه خرده. خرده ايه بس يا معلم؟ اصبر بس، ده هيفيدنا جدا. ده ممكن تحط عليه كل اللي انت عايزه، افلام، مسلسلات، قصص، وتشيل بقى زي ما انت عايز هيشيل معاه. طب ما تقول كده يا ياض بالصبح. فلاشايه يعني؟ فلاشايه ايه بس يابا؟ بص انا فاهمك، ده كنز، ده ممكن ينزل يشتغل معانا، يعمل اللي احنا بنعمله في سنه هو هيعمله في يوم. واحسب بقى. طب اربطوه بالسلاسل اللي هيكون بيقعد. هو مش هيقعد يا معلم. اسمك ايه؟ لذيذ. سبحان الله، ده نسخه طبق الاصل من البني ادم. براوة عليك، هذا كوبايه حبيبي يا معلم. وده بياكل ايه بقى البتاع ده؟ معلم ده لا بياكل ولا بيشرب، ده بيشتغل 24 ساعه زي حمار. ربنا يسامحك. ما تزعلوش يا جدع انت. حفظوه ولبسوه لبس الشغل عشان يبقى جاهز. بس يا معلم الهيئه دي مش هيئه شغل. انا عندي فكره. ايه رايك لو نقطع له ودانه مثلا؟ فكره وحشه جدا. انا بقول نقطع له لسانه انجز. فكره اوحش. تمام، نفذها يا رجاله. بس يا جدع انت اصبر. في ايه مالك؟ هروح لجو. جو مين؟ جو صاحبي. اصبر يا جدع انت في ايه؟ ما انت عشان تروح لجو صاحبك لازم تسمع كلامنا، يا اما انت هتزعل.
مش بزعل. طب يبقى جو هيزعل. مش بيزعل برضو. يا دي انت وهو، انا قلت لكم شكله هيفرهضنا. قطعوه. استنى بس يا جدع انت. انا هقول لك، اصل انت وقعت في بلاع والمجاري فضلت تشيلك وتحطك، وجو زعل واتقهر وراح بايع كل حاجته هنا في مصر وراح هاجر كوستاريكا. اوكي. راح فين يا جدع انت؟ كوستاريكا. هتروح ماشي؟ لا جري. لا ده طلع لذيذ بجد يا معلم. يا جدع انت ما تزعلوش بس. يا جدع انت مش ينفع تروح. انت عارف كوستاريكا فين؟ دي ابعد من اول فيصل، لازم تغير 3 مواصلات عشان تروح لها، وفي فلوس طياره وفلوس كتير جدا. هتجيب الفلوس منين؟ تكلفه تذكره كوستاريكا 9000 جنيه درجه ايكونومي مع وجبتين. اهو لازم تسمع كلامنا عشان تجيب الفلوس دي عشان تروح لجو صاحبك. اوكي انا جاهز. يا نهار اسود، يعني كده لذيذ ده؟ هو انت كده هيحصل لك مشكله في الشغل؟ هي مشكله بس، دي مصيبه. الحل الوحيد عشان الاقيه انه يظهر لي على الابلكيشن فاين ماي روبوت اللي انا عملته ونزلته عليه هو وزومبا. جاري البحث عن لذيذ. حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، من قدم خير بيداه التقاه. ساعدني بالله عليك، محتاج 9000 جنيه اروح ليوسف كوستاريكا. اهو المفروض ان احنا كده وصلنا. لذيذ بقى المفروض يكون هنا. فين بس؟ هو ثابت عندك ولا بتحرك؟ ثابت اهو. يا اهل الخير، الهي تنستر ما تنفضح، يا رب تتجوز الاموره. حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره. لذيذ. فين؟ هناك. إلهي يكفيكوا شر المرض. هناك يا زومبا انت بتخرفي؟ لا يا ساره، لذيذ هناك اهو. إلهي ولا لذيذ. اركب يلا يلا نمشي. اوكي. ايه العربيه اللي هو بيركبها؟ طب اطلع وراهم بسرعه. زي ما قلت بقى العبد لله يا معلم، قفش من الزباين لوحدي انا 200 جنيه، وطفش بعون الله 100 جنيه، ولذيذ 5000 جنيه. انا كسبت. تمام، عايزين بقى ننظم الموضوع شويه عشان نعرف كل واحد بيطلع كام اخر الشهر عشان نقسم الارباح بينكم فين. هعمل لك شيت اكسل. انت تعمل اللي انت عايزه. ده انت جايب 5000 جنيه في يوم واحد. عارف يعني ايه 5000 جنيه في اليوم؟ يعني لسه 4000 جنيه واروح لجو كوستاريكا. يا دي النيله على جو وسنين جو. ولا كوبايه؟ اه يا معلم. عايزك تعمل لي فيه اي حاجه الكترونيه كده تنسيه موضوع جو ده اللي لابت في دماغه. انا قلت يا معلم من الاول نقطع له لسانه ومحدش سمع كلامي. تمام يا معلم ما تقلقش انا هتصرف. تمام. بالمناسبه السعيده دي بقى عايزين نحتفل باللعيب الكبير. نحتفل؟ ما نحتفلش ليه؟ ولا ايه يا طفش؟ نحتفل يا معلم عشان خاطر اللعيب الكبير. ما نشغل المزيكا اهو. بقول لك ايه؟ سيبي اللي بتتفرجي عليه ده وتعالي فكري معايا هنعمل ايه؟ اقول لك حاجة؟ ها؟ اللذيذ بيرقص حلو قوي. انت بتستعبطي يا سارة؟ يعني انا بقول لك تفكري معايا في حل وانت تقولي اللذيذ بيرقص؟ فكر في ايه يعني؟ وتطلب البوليس يجي هما يتصرفوا. والله اطلب البوليس عشان يجوا ياخدوهم بقى شقلة واحدة كده وياخدوا اللذيذ معاهم وما نعرفش ناخده تاني. وبعدين انت ايه اللي عاجبك في الرقص المهزأ اللي هما بيرقصوه ده؟ ده انا لو دخلت هرقص احسن منه. وانا وانتي.
مكفيك ان مشروعك بيضيع كمان واخد لبس المشروع بتاعي عشان كده نبقى خسرنا كل حاجه؟ ممكن تستني عشان بختار حتت معينه من افلام عشان اعرف اتحكم في كلامها. ما تشرفناش يا معلمه. انا المعلمه الكاسحه اخت المعلمه الكتعه. مرحبا بك يا معلمه. اهلا بك يا معلم. سلامات يا معلمه. العواف يا معلم. الأمالك يا معلمه. محقوقالك يا معلم. مردودالك يا معلمه. سايبهالك يا معلم. طيب نخش بقى في الموضوع على طول. طلباتك يا معلمه. المعلمالك يا معلم. انا لازم اختار ردود بسرعه عشان لما بتاخر بترد من نفسها. عندك امانه تخصني. امانه؟ امانه ايه دي؟ لا لا لا، تعالى ما اقولكش. ده انا لحمي مر ودمي حامي، واللي يجي عليا اقتله. وانا صاحب قرش وعم دراع. وانا يا نهار اسود. شايف؟ وانا بقى طول الوقت عايشه في الهبل ده لوحدي. طب استني استني، انا هتصرف. وايه اللي طلباتك يا معلمه؟ الواد اللي كان عندي في ارضيتي وانت اخدته يلزمني، والا هو ايه اللي هي؟ هي زاورت ولا حد يضربها على ظهرها؟ عايزه مين؟ الواد ده؟ براو عليك يا معلم، تعجبني 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 تعجبني. خلاص يا ست فيفي، بس ده موضوع محتاج تفكير ومخمخ، ما اقدرش استغنى عن الواد ده. حد يبقى معاه محمد صلاح ويفرط فيه. طب واللي يجيب لك مكانه؟ رمضان صبحي. يفتح الله. الثعلب حازم امام اعتزل. بس مسام سم. ملكيش حاجة عندي يا معلمة. تبقى بتعاديني وانا اللي يعاديني. يا ربي عزز بنس، انت عايزة تموتيني من الزهق صح؟ هي هنجت تاني ليه؟ معرفش يا يوسف، معرفش. انت بتسألني انا وانا اللي عاملاها؟ طب استني بقى، الجملة دي هي دي اللي هتجيب من الاخر. محدش بيتجرح قوي الا لما بيحب قوي. انا اسف انا اسف، ده صدمني بالغلط. طب ركز بقى، ابوس ايدك وما تخرجش من فولدر نازل الجندي تاني. الاصول بتقول ما تاخدش عيل من ارضيتي، وانت اتعديت الاصول. الايباد هيفصل ونسيت الشاحن في البيت. شفت؟ اديك نسيت الشاحن، زي ما بتسيب التكييف شغال وبتنسى باب التلاجة مفتوح. لا انا اسف فعلا، المره الجايه لما يبقى الروبوت بتاعي يتسرق هبقى اركز وانا نازل ان انا اجيب شاحن الايباد. خد ياض، تعالى اقف هنا قدامي. اوكي. حد منهم داسلك على طرف. يعني ايه؟ يعني ضايقوك في حاجه. الحرافيش دول بيساعدوني اروح ليوسف كوستاريكا يا زومبا. يوسف برا. مين زومبا دي يا لذيذ؟ روبوت بايظ. بايظ ازاي؟ ما بتتكلم اهي وزي القرد. جو بيمليها. جو بيمليها؟ دي طلعت بالكهرباء زي. يا ما انت كريم يا رب. لا ده احنا كده بقى نوسع شغلنا، لبسوها وحفظوها الشغل. خطر خطر خطر، اجري يا زومبا. انتوا قديمة اللي حلي، هاتوهم. خد خد يلا، خد تعالى هنا، خد ياض انتوا. بسرعة بسرعة يا زومبا، بسرعة بسرعة يا زومبا. خد يلا. الله يخرب بيت عقلك يا شيخه، خضتيني. كل ده عشان الحوض مسدود؟ حطيتي بطاس؟ حطيه. دلقتي ميه نار؟ ولسوعت لي ايدي. جربي تفتفتي كده شويه سمسم ناشف. سمسم ناشف ده كده يسد الحوض اكتر. مش الحوض يا بنتي، ايدك ايدك. طب حطي ميه سخنه وكربونات. ده كده تحرق لي ايدي اكتر. مش ايدك يا بنتي، انا بتكلم عن الحوض. وبعدين بقى دي مصيبه ممكن تكبر، نعمل ايه؟ هكلم يوسف يشوف له حل في الحكايه. انا غلطت والله في العلم.
ايوه يا ماما، صباح الخير. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ ايه يا حبيبي، بقول لك ايه يا يوسف، فاكر يا حبيبي وانت صغير لما دخلت الحمام والميه كانت مقطوعه؟ لا مش فاكر يا ماما. ليه؟ لا ازاي، ده انت يومها سبت الشطافه مفتوحه ونزلنا من البيت وسبناها. لا والله يا ماما ما فاكر لسه. ازاي بقى، ده احنا يومها اتبسطنا وجبنا فشار ودخلنا سينما. انا مش فاكره كان يومها فيلم ايه، اعتقد الليمبي ولا اللي بالي بالك ولا. انت عايزه تخشي سينما يا ماما؟ لا. طب مش فاكر لما رجعنا البيت ولقينا الميه رجعت ولقينا الشطافه مغرقه البيت كله؟ ماما عشان خاطري خشي في الموضوع، انا كده كده بعمل لك اللي انت عايزاه. طب قولي مين يومها بقى اللي لم السجاد ورفع الكنب وشال الاجهزه عشان يمسح؟ انت. اسمها انت برضو؟ انا كل مره بقولها افتكر وبنسى برضو. حضرتك جه اليوم بقى اللي هترد لي الدين فيه، حوض المطبخ مسدود دلوقتي وخايفه يغرق البيت زي يومها بالظبط. طب ما نجيب سباك يا ماما، هو انا اللي هعمله يعني؟ ما انا لما كنت قاعده في المانيال كنت بعرف اتصرف واجيب عطيه السباك، انما في الحته المحذوفه اللي انا قاعده فيها دي مش عارفه اعمل ايه. طب ما تبعت لي لذيذ. لا لذيذ مش هينفع عشان هاخده معايا الشغل، هبعت لك زومبا. لا زومبا لا، شيء اصلا مش عايزاها. طب بص يا ماما، اديني 10 دقايق كده وانا هخلي ساره تدور لك على النت على رقم سباك وهي هتظبط. هي هتحمله يعني ولا هتعمل ايه؟ تحمل ايه ماما، ابعتي بس نبويه لساره كمان شويه وهي هتجيب السباك. ماشي، اطلب منك حاجه وتعملها. باشا معلش في الكلمه، انت طلعت عيني، دي المره المليون اللي راجع فيها الاوردر ده. في ايه بس؟ في غلط لازم اكتشفه، راجع معايا. راجع 2 فول زيت زيتون بدون مخلل اهم، 1 فول زيت حار بمخلل جايبهولك، 1 طعميه بدون بتنجان موجود، 1 بتنجان بدون طعميه دي غريبه شويه بس جبتهولك، 1 بطاطس كاتشب ومايونيز. ادي الكاتشب مايونيز. اكتشفت الغلط، ده سندوتش بطاطس كاتشب بدون مايونيز. اسف مش هقدر اخد الاوردر. دي مشكله كبيره بقى. طب سيبك يا باشا من السندوتش ده واديني حساب الباقي. كم حسابك؟ امسك واخصم السندوتش. 49 جنيه 99 قرش. اتفضل 50 جنيه مصري فقط لا غير. اخيرا سلام. ليا قرش. قرش؟ لا والله مش معايا فك تشيلن، ابقى اجيبهم لك بقى. حرامي. حرامي ايه يا عم؟ حرامي انت عبيط ولا ايه يا عم؟ اوعى. في ايه في ايه؟ الباشا عايز قرش، ده هربانه منه ده ولا ايه؟ انت مش خدت حسابك؟ يلا اتكل على الله. اتفضل. اي خدمه؟ ها مع اني ما كنتش ناوي اكلمك بعد حركه الندله اللي عملتها معايا امبارح. اوكي. وقول لي اوكي، قول لي سوري. سوري ماشي خلاص سامحك، بس ما قلتليش رايك. يا جماعه انتوا واقفين ترغوا هنا، احنا هنموت من الجوع جوه. استاذ علاء، استاذ علاء، عايزين نشيل العربيه بتاعت حضرتك من تحت عشان في عربيه رمله هتركب مكانها. طيب طب هفطر وانزل معاك. لا 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 لا، ما فيش وقت لده خالص، العربيه واقفه في الشارع هتسد الشارع، دي مسؤوليه ما ينفعش. لذيذ انت بتعرف تسوق؟ ايوه بعرف. طب حلو قوي، انزل مع محمد اركن العربيه في اي حته ثانيه. اكل بتاعك. اوكي. عايزاكي تفكري في فكره مشروع جديد كده تكسبنا جامد. سندوتشات كبده ومخ. والله فكره، بس نسميه ايه بقى؟ اسماك ساره. اسماك ايه يا بنتي، وانتي مش لسه كنتي بتقولي كبده ومخ؟ وبعدين لا طبعا نوي ابيع كبده ومخ اونلاين، مش هعرف. بصي انا عايزاكي تفكري في فكره ثانيه احسن وتكسبنا كتير قوي. تجاره سلاح. لا طبعا. تجاره سلاح ايه؟ تجاره عمله. لا تجاره اعضاء. يا بنتي هو اي حاجه غلط وخلاص؟ يا بنتي انا عايزه حاجه تطلعنا فوق كده. فوق عند ميرفت؟ لا طبعا مش عند ميرفت، احنا عايزين نعمل حاجه جامده قوي، عايزين نقلب الدنيا يا زوم، ما نقلب الدنيا. حاضر. لا 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 انت بتعمليه مجنونه، مش قصدي كده. بقلب الدنيا. انت بتفضلي بقى يا هاني معدلي الدنيا. يا استاذ انت قافل المدخل، انت بتعمل ايه؟ ركنت في اي حته. انت جاي تركن هنا؟ روح اركن تحت بيتكم. اوكي
مفيش سحنه جديده يا رب تستقبلني بق ولزق في الشقه. حاجه استغفر الله العظيم. ايه يا نبويه؟ معلش يا ست ساره، انا اسفه، اسفه ان انا بزعجك معلش، بس اصل الحوض فوق عندنا السد وريحه المجاري يختي. بقولكيش يا ست ساره، انا بس كنت عايزه استاذنك في رقم السباك تديه لنا يجي يصلح لنا. ايوه ايوه عارفه. بصي هتفتحي الموبايل، خشي بقى اعملي سيرش في البراوزر على سباك في التجمع. ادخل فين معلش؟ البراوزر. لا لا لا، انا ما بفتحش انا كاميرا سباكين، لو ناقشين يعني ممكن افكر ساعتها. انا بهزر معاك. هاتي هاتي. اتفضلي بصي هتخشي هنا وهتكتبي بقى اهو. واو ايه الرسمه التحفه دي؟ ده تاتو؟ لا دي حنه، كنا قاعدين كده انا والبت زومبا في قعده صفا، فقعدت افرجها على صور لحنه بنت خالتي، قامت رسمه لي الرسمه دي. مش الحنه دي اللي هي بتبقى الحفله اللي قبل الفرح؟ لا الحنه دي صبغه تتحط على الشعر، تتحط على الايد. تاتو يعني؟ ايوه تاتو. متاكده ان زومبا هي اللي رسمها؟ ايوه. يا بنت الايه يا زومبا، نو واي، 5000 فولور في نص ساعه بس؟ الله ده مشروع العمر، سارة بلاك تاتو. بس يا بنت الايه يا زومبا يا قروبه، ازاي قدرتي تظبطي اللوك كده؟ لوك شيرين رضا الفيل الازرق. كومنت احمد الدالي بيقول نفسي اعمل تاتو عندكم، امتى اقرب وقت ممكن اجي؟ ردي عليه بسرعه. بصي بقى هتقولي له ايه؟ هتقولي له احنا بنعتذر جدا يا فندم، بس احنا عندنا ضغط جامد قوي في المواعيد، بس احنا ممكن نعمل لك اكسبشن لو حضرتك تقدر تجي لنا النهارده. مفيش ضغط مواعيد. ايوه ما انا عارفه، قولي له بس كده وانت ساكته. حاضر. ها وايه تاني؟ عندنا حاجات تافهه جدا بصراحه. عندك مدام سلمى. مالها؟ عندها قط اسمه شوكت عايز يتجوز. عايزانا نساعدها في مصاريف الجواز ولا ايه؟ لا هي تافهه بس مش للدرجه دي. هي عايزه تعمل ابلكيشن لكل الناس اللي عندها قطط عايزه تتجوز، بحيث كل واحد بقى يحط القطه بتاعته ويقابلوا بعض بقى ويتجوزوا بعضه. تندر بس للقطط يعني؟ حاجه زي كده يعني. طب حلو. حلو قوي يا يوسف. ايه التفاهه اللي احنا بنعملها دي؟ قطط ايه؟ في ايه علاء بقى؟ ما تقدرنيش اكتر ما انا متقدر، ما انت عارف ان احنا محتاجين فلوس. ماشي يا عم. وايه تاني؟ عندك استاذ مصطفى عبد الوهاب. ماله؟ ده شغله في المهندسين وساكن في الكربه. يا عيني ده ما بيركنش. ما عشان كده بقى عنده فكرة ابلكيشنز. ايه عنده فكرة ايه؟ ابلكيشنز، ان هو يعمل ركنة. ابلكيشنز؟ ايوه ابلكيشنز. ابلكيشن؟ ايوه ابلكيشنز واحد. عايز يعمل ابلكيشن. ابلكيشن مفيش الاس دي. اس يوسف ابوستروف اس اللي هي بتاعت الجامعة دي. الابوستروف اس مش بتاعت الجامعة وما تقولش اس اصلا، قول ابلكيشن. مش هو عايز يعمل تطبيق للركنة يعني، بحيث ان انت طالع من ركنتك تسيب مارك، فالمارك دي تظهر للناس ان في ركنة فاضية فيروحوا عليها. طب ما حلو اهو. ده حلو جدا بصراحة. الله. هو سندوتش البطاطس التاني فين؟ انت خدت السندوتش بتاعي؟ لا والله انا باكل فول بس مش طالبه برضه، مش عارف. اصل انا قايل لذيذ يطلب لي اتنين. يا لذيذ؟ لا لذيذ مش في الشركه. امال فين؟ بعته يركن لي العربيه. انت بتهزر يا ابني انت؟ انت بعت لذيذ يركن العربيه؟ نهار اسود، ما بيعرفش يركن ولا ايه؟ ايه يا ابني؟ ما تدوسني. اقف افتح افتح. يا نهارك اسود، انت اهبل ولا شارب حاجه؟ انت عايز تموتني؟ لا ادوسك. ده ايه الصراحه دي؟ انت شارب حاجه رسمي؟ رخصك. مش معايا رخص يا اختي كميله. امال معاك ايه يا حبيبي؟ معايا شاحن وكتالوج. على اساس بقى ان دي مش لجنه، دي فاترينا في شارع عبد العزيز. والشاحن والكتالوج فين؟ في الكرتونه. وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ مش قاعد مع حاجتك في الكرتونه ليه؟ بعدين بقى انت بتنزل كده عبيط من غير حاجه ولا معاك سماعه وشاحن اصلي؟ بطاقتك فين؟ في جيبي. والمفروض بقى انا اروح جيبك اجيب البطاقه. هات بطاقتك. جو قال لي ما تديش بطاقتك لحد. انت شكلك سارق العربيه دي. يلا اركن لي بقى كده وانزل، اركن على جنب. اخلص. اوكي. تعالى يا ابني خدوه، حطوه بقى في الشاحن، قصدي حطوه في البوكس، وبالراحه عليه احسن. انت شكله جاي من غير سكرينه وجراب ومعهوش ضمان، ده حالته حاله. Don't worry. لو ما عجبكش التاتو نقدر نشيلهولك عن طريق خاصيه كده انا والاسيستنت بتاعتي عاملينها. مش كده يا زومبا؟ مش كده. مش كده ايه يا جماعه؟ هتعرفوا تشيلوه ولا مش هتعرفوا؟ بنعرف. طب كويس. ولا لا 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 سيبك منها، هنعرف طبعا. طيب انا كنت عايز ارسم جمجمه. جمجمه؟ اجريسيف قوي. بس مش مشكله. زومبا
احنا هنعمل الديزاين ده لمستر احمد. حاضر. طيب هو انا ممكن اعمله ولو ما عجبنيش ابقى امسحه؟ نو بروبلم. ده ايه الابره دي؟ تكنولوجيا بقى.